انت بتقولي لحضرتك الدعاء، هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء ما قلت انا والنبيون من قبلي، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جميل. ده الدعاء ده حضرتك تكتب له 100 حسنه لو قاله، وتمحي عنه 100 سيئه، وكانت حرز له من الشيطان سائر اليوم. ولم ياتي احدا منه افضل عند الله الا رجلا قال مثله او يزيد. يعني لو انت قلتي 1000 او انا لو قلت 1000، الله انا هقول 1000 يبقى يعني ربنا هيكتب لي 1000 حسنه ويمحو عني 1000 سيئه. مين فينا طبعا ومضاعفاتها بقى، ويضاعف لمن يشاء لمن يشاء. بالظبط كده. فحضرتك كمان في اليوم ده سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث عن الرسول، ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه. ورب العالمين يدنو ثم يباهي بهم الملائكه فيقول ما اراد هؤلاء. تخيلي لما نحس ان رب العالمين يدنو الينا، هو بيتنزل في الثلث الاخير كل يوم، احنا عارفين طبعا. الثلث الاخير يتنزل رب العالمين الى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ احنا لازم بس نفهم احنا ربنا لما يقول لنا كده احنا مش عايزين نكلم ربنا فين. قيام الليل حضرتك النهارده نستعد بقى. قيام الليل النهارده نقوم حتى لو ركعتين. يا الله لو عملنا كده، طب صلينا الفجر النهارده. اولا حضرتك تقولي لي بس من امتى يوم عرفه؟ من يوم الفجر النهارده لغايه المغرب ان شاء الله. من فجر من الفجر النهارده لغايه المغرب. وقت عرفه لغايه المغرب. المغرب. طيب حدنا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعه ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجه وعمره تامه تامه تامه. يعني كاننا مع الحجاج. بالظبط حضرتك تكتب لينا حجه وعمره. يبقى مين ربنا؟ بصي مدينا قد ايه من الفضل العظيم. شوف ربنا من علينا بايه. يعني لا رحت ولا صرفت ولا تعبت ولا عملت ولا اتحركت من مكانك، انت بس عملت اللي ربنا قال عليه. نفحات ان ربكم في ايام دهركم نفحات الا تتعرضوا لها لعل احدكم تصيبوا نفحه الا يشقى بعدها ابدا. يا رب ينظر لنا نظره رحمه سيدنا محمد. فبالتالي عشان كده دايما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصينا ان احنا ندعو بعد كل صلاه، دبر كل صلاه، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لان لو ربنا اعنا على الذكر، حضرتك الذكر ده مهم جدا في اليوم ده. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال لنا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. رب العالمين يحب نذكره كثير. وده في أيام المعلومات كمان، يعني الذكر في أيام معلومات ده زي ما بنقول إيه الروشتة الربانية لكل حاجة في الدنيا. بالظبط كده. حضرتك عندك التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. إن الله اصطفى أربع كلمات، أربع اللي هم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يبقى هنستغفر كتير، هنقول البقيات الصالحات كتير، هنقول الدعاء اللي هو خير الدعاء ما قلت أنا ونبينا من قبلي. تخيلي ده دعاء النبيين، دعاء الأنبياء. ممكن تقوليه لنا تاني يا باشمهندسة ميرفت من فضلك؟ خير ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هنا من غير يحيي ويميت، هي في أذكار أخرى، ولكن هنا من غير يحيي ويميت. من غير يحيي ويميت؟ بالظبط. طب ولو قلناها احنا حافظينها بيحيي ويميت؟ لا ما هو دي في أذكار تانية، لكن الدعاء اللي احنا بنقرأه المأثور. أيوه بالظبط. المأثور هو الدعاء. دي مفاتيح، يعني بالزبط. لازم نقولها زي ما هي، مفتاح بالزبط كده يفتح. بالظبط كده. لان حضرتك هو الدعاء، هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا انه قاله هو نبينا من قبلي. كان ده دعاء يوم عرفه. فانا لو قدرت ازيد من الذكر ده من الدعاء ده الله، يبقى انا طبعا بطبق سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. انا يعني بشكر رب العالمين، انا في معيه الله تتجلى رحمه ربي عليا، ان شاء الله يبقى بيغفر لنا ذنوبنا، ان شاء الله رحماته بتتجلى علينا. بصي بقى حضرتك حاجه مهمه كده، اتفضلي. يا ريت يا استاذه دينا كل اي حد بيسمعنا وحضرتك برضو اخواتك واصحابك وجيرانك تقولي لهم يوضبوا الدعوات النهارده. الدعوات اللي عايزين يطلعوها من قلبهم. لان احنا بنيجي في اللحظه في الدعاء نتلبخ احيانا، نتلبخ مش عارفين نقول ايه ولا امتى ولا ازاي، فاحنا نستعد كده.
لو استعدينا يبقى احنا كده في معية الله، احنا بنشكر ربنا طبعا. وعملنا الروشتة اللي اتقالت لنا بالظبط من الرسول صلى الله عليه وسلم، وان شاء الله يبقى عندنا يقين ان الدعاء. كمان في حاجة حضرتك تخيلي، السلف الصالح كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيخبوا دعواتهم ليوم عرفة. انت متخيلة؟ يعني في دعوة حضرتك مثلا كنت عايزاها في شهر رمضان في اول او في شعبان او في رجب، بتخبيها تقولي انا هخليها ليوم عرفة. يا سلام. والله يعني يقول انا نفسي اننا ندعي في كل لحظة يعني. بس هو ده هو ده بقى السلف الصالح كان كده، لان يوم عرفه ده ما فيش بينك وبين ربنا يعني، خلاص هو ربنا قال لنا كده والرسول علمنا طبعا عليه افضل الصلاه والسلام. كان بيقول ايه؟ ما دعوت دعوه في يوم عرفه وحال عليها الحول الا رايتها في السلف الصالح. يا سلام يعني يا رب. يعني انا دلوقتي دعيت دلوقتي دعوه ان شاء الله يا استاذه دينا، دعيتي بحاجه انت نفسك فيها قوي. مش هيعدي عليك عرفه اللي جاي ان شاء الله الا غير وتبقى متحققه زي الصبح كده. فلك الصبح يا رب. يا رب يا رب يا رب انا بشكر حضرتك.